مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا المساء، وإليكم أبرز العناوين. ورشة الإصلاح الأمني والعسكري تختتم أعمالها، والجيش يصدر تعميما صحفيا. مركز الملك سلمان يقدم دعما تنمويا لمستشفى جعفر بن عوف للأطفال. المريخ يجري استعداداته للقاء الزمالك المصري يوم غد الجمعة بالقاهرة. أهلا بكم. اختتمت أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم أعمال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بعد محاولات استمرت لأربعة أيام دون صدور بيان ختامي عن الورشة، في وقت أصدرت فيه القوات المسلحة تعميما صحفيا أكدت فيه التزامها بدعم العملية السياسية في البلاد وصولا للاستقرار الذي ينشده المواطن. التي جمعت بين أبناء الوطن الواحد المدنيين والعسكريين في ظروف حرجة تمر بها البلاد، كانت نبراسا لوعي أبناء السودان بأهمية التعاون المدني العسكري. إلى ذلك جدد الاتحاد الأفريقي إشادته بالموقف الثابت للقوات المسلحة تجاه العملية السياسية وتأكيداتهم المتكررة بالخروج من المشهد السياسي وترك الأمر للقوى المدنية. لقد أكدت القيادة العسكرية مجددا في الجلسة الافتتاحية على التزامها الواضح والشجاع بتأسيس قطاع أمني محترف يخضع للمساءلة أمام المسؤولين المنتخبين. إن مسألة الإدماج هي أيضاً موضوع شائك في سياقة الانتقال، ولكنها مسألة ضرورية. فعالية الجلسة الختامية بورشة الإصلاح الأمني والعسكري بقاعة الصداقة بالخرطوم وما صاحبها من أجواء فتحت أبوابا عدة للتكهنات بمن طوى عليه البيان الختامي قيد الإعلان. المزيد من التقرير أو في هذا التقرير مع الزميل متوكل برير، فلنتابع. ببيان مقتضب تلاه الناطق باسم العملية السياسية في السودان، اختتمت ليلة أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم ورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري، آخر ورش القضايا الخمس التي أقرها الاتفاق الإطاري الموقع بين القوى المدنية والمكون العسكري برعاية الألية الثلاثية في خواتيم العام المنصرم. البيان الذي لم يتضمن توصيات للورشة أشار فقط إلى أن لجانا فنية ما تزال تعكف على إخراج التوصيات وتمليكها للرأي العام قريبا. نحن في نهاية الورشة بتاعت الإصلاح الأمني والعسكري، وهي بدت من قبل 4 أيام. اتناقش فيها قضايا عدة، بدت من الإطار المفاهيمي للمسائل بتاعت الدمج والتطوير والتحديث بالنسبة للقطاع الأمني، وتناول كل القطاعات الأمنية، الشرطة، الأمن، الجيش. وعلى غرار ما أكده المتحدث باسم القوى المدنية اللواء فضل الله برما ناصر بأن الورشة تعد من أخطر ورش القضايا الوطنية، فقد سار السفير محمد بلعيش المتحدث باسم الآلية الثلاثية مشددا على أن عملية دمج القوات المتعددة في جيش وطني واحد عملية شائكة، ولكنها ضرورية لإحداث التحول المدني المنشود بالبلاد. ناقشت أيضا قضايا مهمة جدا ظللنا يعني لفترة طويلة نلوك الحديث فيها، مسألة القضية الخاصة بالدمج لهذه القوات، قوات الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة في القوات المسلحة السودانية. ورغم انسحاب المكون العسكري من أعمال الجلسة الختامية للورشة وما أثاره من استفهامات عديدة وقلق لدى المراقبين والمهتمين، إلا أن بعض من شهدوا مداولات الجلسات ثمنوا الروح الوطنية العالية والمسؤولية الكبيرة التي اتسم بها المشاركون من طرفي الحوار عسكريين ومدنيين. كل القوات النظامية جاءت وقدمت أوراق، ممكن نقول عليها أوراق علمية مهنية، قدمت أطروحات، قدمت تحليل، قدمت توصيات. انتهت الورشة، لكن الأحداث التي صاحبتها جعلت باب التكهنات مفتوحا على مصراعيه، بأن الطريق نحو تكوين الحكومة المدنية في المواقيت المضروبة سلفا يبدو طويلا.
باختتام ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، فإن العملية السياسية في السودان تمضي إلى خواتمها، والتي ستفضي إلى توقيع الاتفاق السياسي النهائي، والذي ما إن تم سيفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية مدنية لمدة عامين. متوكل بريح الشروق من داخل قاعة الصداقة الخرطوم. أكد وزير الداخلية عنان حامد محمد عمر تشكيل لجنة تحقيق حول الادعاءات بشأن رفض الشرطة استلام المتهمين في أحداث تندلت الأخيرة بغرب دارفور، مشيرا إلى وصول تعزيزات كبيرة من الأجهزة الأمنية ما أسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها. جاء ذلك في التنوير الذي قدمه لمجلس السيادة حول الأحداث، معلنا عن تحريك وفد برئاسة مشرف ولايات دارفور أمير عبد المنعم للوقوف على الأوضاع برفقة فرق فنية من المباحث والتحقيقات والأدلة الجنائية. أمن اللقاء الذي جمع عضو المجلس السيادي الطاهر أبو بكر حجر بوزير الاتصالات والتحول الرقمي المكلف عادل حسن على أهمية توسيعة وتطوير شبكة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت في كافة أرجاء البلاد، لافتا على ضرورة المواكبة للتطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات. قال وزير الصحة الاتحادي هيثم محمد علي إن عمل مركز الملك سلمان تعدت الخدمات قصيرة المدى للخدمات التنموية الإنسانية. جاء ذلك خلال مخاطبته حفل تدشين مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة بالمملكة العربية السعودية لمستشفى جعفر بن عوف المرجعي للأطفال بالخرطوم. وكشف هيثم عن الاتفاق مع إدارة المركز على شكل المشاريع الضرورية والتي تمثل حاجة البلاد مستقبلا. هذه الأجهزة تم تأمينها بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمملكة العربية السعودية. الشكر بعد شكر الله عز وجل لاستجابة المركز لما توجهت به منظمة الكفاءات للدراسات والتنمية البشرية التي لقيت مناشدة أو توجه إليها مستشفى جعفر بن عوف ممثلا بإدارته وبالإخصائيين والاستشاريين فيه لهذا المشروع. عقدت جمعية تنظيم الأسرة السودانية بالخرطوم اجتماعا لمراجعة مشروع الصحة الإنجابية المتكامل للمرأة في السودان، وذلك بحضور وكالات ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وممثلي وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية. تأكيد لإعادة النظر حول الأنشطة التي تم تنفيذها، أنشطة جلب الطلب، رغم أن الجمعية حققت يعني مؤشرات الوصول للخدمات، معدل عالي جدا من الخدمات تستفاد منها عدد كبير، ولكن مع ذلك الاحتياجات الكبيرة غير الملباة في الصحة الإيجابية وتنظيم الأسرة، خدمات تنظيم الأسرة في السودان تستدعي إعادة النظر حول الأنشطة التي تم تنفيذها لجلب الطلب، وكذلك أنشطة تغيير السلوك التي تم تنفيذها. نتوقع ونطلع أنه يعني يختم الاجتماع يعني توصيات وأفكار ورؤى تفيد الجمعية في مستقبل عملها في تلبية الاحتياجات الغير ملبى في خدمات تنظيم الأسرة. ورياضيا، أدى المريخ ميرانه الأول في القاهرة مساء أمس بملعب فندق حرس الحدود استعدادا لمباراته أمام الزمالك يوم غد الجمعة في الجولة السادسة لدوري أبطال إفريقيا. كل التمنيات للمريخ والهلال بعودة ظافرة ومشرفة من قاهرة المعز. إذن مشاهدينا، في ختام هذا المساء نعود ونذكر بأهم العناوين. ورشة الإصلاح الأمني والعسكري تختتم أعمالها والجيش يصدر تعميما صحفيا. مركز الملك سلمان يقدم دعما تنمويا لمستشفى جعفر بن عوف للأطفال. المريخ يجري استعداداته للقاء الزمالك المصري يوم غد الجمعة بالقاهرة. إذا مشاهدينا، تكاملت نشرتنا لهذا المساء. للمزيد من المعلومات والأخبار يمكنكم زيارة موقعنا شروق.net حتى جديد الملتقى في أمان الله.